بس فيه موضوع أزمة المياه في تونس، وأكيد مربوطة بالاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد. حاضر معنا سي حمادي الحبايب، مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. مرحبا بك سي الحبيب. شكرا شكرا على الاستضافة. سي الحبايب، الحقيقة من الأول ممكن الناس توا حتى نبداو في الطرقات هكا الكبيرة نراو لافتات اللي احنا عندنا مشكلة نتاع ماء وفقر وشح مائي وكل هذه العناوين. خلينا نبسطوا للسادة المشاهدين اللي تبعوا فينا توا، شو معناها فقر مائي؟ صحيح، هو راهو سؤال مهم ومهم جدا. هو احنا في نقولوا فقر مائي وقت اللي ثم لكل مواطن أقل من 1000 متر كوب في السنة، هكا سميوه فقر مائي. كيكون أقل من 500 معناتها 1000 متر كوب في السنة لكل مواطن، هذاك سي لو سميك. ال 500 اللي أقل من 500 متر كوب في السنة هو شح مائي. احنا في تونس في موسم عادي معناتها تكون الأمطار عادية والإيرادات عادية، كل تونسي عنده 420 معناتها لا مواتي دي سميك، معناها تحت الشح، تحت الشح المائي. وكيكون عام جاف ما نوصلوش حتى 230 متر كوب في السنة لكل مواطن. باش نعطيك مثال على السنة هذه، احنا 6 سنوات الأخيرة فيها 5 سنوات جافة وسنة ممطرة، عملاو الجاف والسنة جاف. اش معناتها جاف؟ معناتها معدل إيرادات السدود، احنا عندنا تقريبا 37 سد، معدل إيرادات السدود خاطر احنا ديما نخدموا السنة الهيدرولوجية، نبداو من 1 سبتمبر لآخر أوت. من 1 سبتمبر لآخر أوت السنة، السنة الممطرة يعني عندنا، لا السنة الهيدرولوجية نسميوها، المعنى نتاع مربوطة بالماء يعني. صحيح، هذاك من 1 سبتمبر لليوم السنة عندنا 803 مليون متر كوب اللي دخلوا للسدود. قداش المعدل اللي يدخل من حيث انشأنا السدود؟ هو 1,886 مليار. عندنا اقل مليار تقريبا و100 مليون نقص في الايرادات، وبالطبع اذا عندنا نقص في الايرادات عندنا نقص في المخزون. دونك عندنا 42% من معدل الايرادات، واليوم مخزون السدود اليوم عندنا 33% من سعه السدود. دونك ثم اشكال، ثم اشكال نتاع نقص امطار، ثم اشكال نتاع نقص ايرادات. هذاك علاش احنا باش نربطوا الموضوع في موضوع، منذ شهر ماي وقع مجلس وزاري على المياه وتحدثنا وبدينا نحضروا في العام الجاي. من ماي نحضروا في عام الجاي ما كيكاش نعملوا، نعملوا محاكاه اون في دي سيميلاسيون سولون قداش عندنا ايرادات عام الجاي في السدود. كان عندنا 40% من ايرادات اش لازمنا نعملوا، كما سنا مثلا 40%، كان عندنا 60% اش لازمنا نعملوا، كان عندنا 80% شنو نعمل الى اخره. من بعد باش توضح لنا شنو يلزمنا نعملوا بالحق، يعني اذا كان تتواصل هذه السنوات الجافه كيف ما انت كنت تقول. خلينا نشوفوا هذا التقرير المصور، جهزته لنا زميلتنا باشيره عوادي حول سد واد ملاق واد طبه. خلينا ناخذوا فكره على الموضوع اكثر. يعرف الموسم الفلاحي الحالي وضعية مائية استثنائية في ظل نقص هيكلي كبير في الإيرادات على مستوى السدود، حيث لم يتجاوز المخزون العام بها حوالي 775 مليون متر مكعبا بفارق 335 مليون متر مكعب مقارنة بالسنوات الثلاث الفارطة. سدود فارغة والوضعية نجم نقوله كارثية. الفلاح ما نجمش في موسم نجو نقولوا له ما تزرعش ما تخدمش، خاطر هذاك باش يسقط منه، وفما عمل فلاحيين اللي ثنا يسقطوا ماكش شيء هذاك. وما يخفكمش اللي ولايه جندوبه معناها 70% من موطن الشغل هو توفروا الفلاح. اذا كان مش نجو للفلاح ونقولوا له ما تزرعش، ما 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 الامور تصبح معناها صعيبه ياسر ياسر ياسر. مخزون على مستوى بوهرت ما لا يتجاوز 20 مليون متر مكعب، نقولوا 20 مليون متر مكعب لا يمكن استعمال الا 4 الى 5 مليون متر مكعب فقط. هذاك علاش تم توجيه المياه هذه اساسا للمياه الصالحه للشرب باعتبارها اولويه مطلقه، وسد بوهرتما يستعمل للمياه الشرب ولمياه الري. دونك الاولويه هي للمياه الشرب.
وضعية دقيقة دفعت بمصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بولاية جندوبة إلى مطالبة الفلاحين بالتقليص في المساحات المخصصة للزراعات الآخر فصلية وترشيد استهلاك مياه الري، الأمر الذي قد يزيد في معاناة المنتجين في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع المداخيل في المواسم الفارطة. عقدنا العديد من الاجتماعات وتم الاتفاق على التقليص الأكثر ما يمكن من المساحة، لأن الإمكانيات المائية المتوفرة حاليا لا تمكن من تأمين تزويد بمياه الري. دونك هذه والحق لقينا تفاهم كبير من المهنه وكذلك من الفلاحه، واللي تقريبا عملنا اكثر من 5 أو 6 اجتماعات الى جانب البلاغات وكان عندها الاثر الجيد. ما نجموش نجول للفلاح نقول له ما تزرعش، نقول له قلص من المساحات، وزع القطاع نتاعك على عديد من النقاط الماء باش تنجم معناها تحافظ على البذور هذيك وتوصلها معناها وتنتج كما يلزم. الكميات مش تبذر معناتها حسب ما كان متوقع، نظرا لانه تعفن البذور اللي صار بذور البطاطا واللي تعفنت بنسبه 50% نتيجه الحراره العاليه تيله الصيف كامله، واللي الحقيقه الفلاحين تضروا من تعفن البذور نتاعهم، يزيد معناتها احنا يعني نمنعوهم من بذر الكمية المتبقية واللي هي ما تجيش حتى ثلث المساحة المبرمجة، فالحقيقة يولي تعسف الفلاحين هذم. احنا نطالبوا بانه توفير كمية الماء لا 300 ولا 350 هكتار بطاطا اللي باش يبذروا و100 هكتار جلبانة تقريبا، لانه الفلاحين هذم ما يعيشوا كان من الموسم الخرفي وهما ما عندهمش انتاج اخر. وضعوا استراتيجية متكاملة للحفاظ على المياه وتجنب الأضرار الممكن حدوثها في حال تواصل انحباس الأمطار وعدم تسجيل إيرادات مائية بالسدود، هي من بين أبرز الحلول للخروج من هذه الوضعية المائية الحرجة. منذ ستينات تونس سعت دوما للحقيقة إيجاد حلول وسياسات مائية نجحت في فترات، لكن يبدو لي ما كانش نجاح تام. سي الحبايب، علاش ما كانش نجاح تام؟ لو كان ما تعملتش الاستراتيجية الوطنية نتاع المياه في تونس راهو كنا في وضعية أسوأ من هكا. أنا قلت لك الكل مواطن عندنا تقريبا 230 متر كوب بالسنة، اللي هو يلزم 1000 متر كوب أقل حاجة، أي ملقى يسار في المياه الشرب، زدنا 6% على عملاو في الاستهلاك، لكن نقصنا في الري بين 10 و20% وقت اللي توقعنا العام مش يكون صعيب. وحاجة أخرى راهو نحب نأكد، راهي تونس في مجال المياه متقدمة برشا. علاش؟ على خاطر احنا كي يسمعونا تو كيفاش نربطوا بين السدود من بعضها، كيفاش ننقلوا الماء من البقعة البقعة. تو الماء تقريب يمشي 600 كيلومتر من البقايا اللي فيها أمطار وفيها سدود البقايا اللي فيها كثرة استهلاك. إذا ناخذوا تو صفاقس تشرب من سيدي البراق اللي موجود بحذا طبرقة، وتشرب من سيدي سالم اللي هي بحذا باجة، الساحل كيف إلى آخره. لكن فما تو أنت تحكيت لي على مناطق الحقيقة اللي موجودة حل السبالة يهبط الماء، ممكن زادة فما أحيانا المواطن يشكي من نوعية الماء، هذا كمثال إيش يبدأ نقول رفاهية، لكن فما مواطنين إنه ما يلقاوش ماء في أماكن معينة وهذا يراوهم وتصير تحقيقات عليهم. أنا موافقك. علاش إحنا إذا ناخذوا المياه بالنسبة في 2021 مازالت فما مناطق مازال ما عندهاش سبالة. أنا باش نعطيك الأرقام مدام. بالنسبة للمناطق الحضارية تقريبا 100% الكل مغطيين بالمياه عن طريق الشركة الوطنية لصغير توزيع المياه. بالنسبة للمناطق الريفية تقريبا ثم 97% اللي هما يوصل لهم الماء لديارهم، وثم تقريبا 3% ما يوصل لهمش الماء لديارهم. هنا ثم إشكال، قديش ما كثرهم 3% هكا؟ لا سمحني عادي ولا بالحق. لا بالحق، خدر المناطق الريفية تلقاها بعيدة على قياس شوية. المعاناة هي الكبيرة. لا معاناة يعني يجب يكون عندك 1000 واحد عنده الماء لكن واحد ما عندوش الماء. صحيح معرض مختر. لا مش حس بالمشكلة. السونات إلى 3 مليون دابوني. إذا أنا بونيني با ساتيسفي الخدمة السونات ماهيش باهية، وهذا احنا نحاولوا باش نحسنوه. اما شنو اللي نحب نقوله راهو اللي نحب نقول هو هذه خاصة في السنة هذه. أول شيء ثم تعطيل في بعض البرامج سويت المشاكل العقارية والكوفيد إلى آخره. ثم ارتفاع درجة الحرارة راهو 1 ديجري أون بلوس. التبخر تزيد على في تبخر مخزون السدود. تبخر نتح بالنسبة للري
وكذلك استهلاك المواطن يكون اكثر. دونك نجم نقولوا السنه هذه كان موسم صعب وصعب وصعب جدا والله العظيم. في الصيف هذايا تقريبا كل ثلاثة ايام واحنا لاهين بالتخطيط وبالتوازنات كل ثلاثة ايام نعملوا اجتماع باش وين باش نوزعوا الماء اللي يجي من السدود على خاطر ثم اشكاليات نتاع تزويد. لا سامحني، في الاسباب نتاع النقص نتاع المياه، ثم الاسباب الطبيعيه معروفه انه ما ثمش مطر وثم حراره الى غير ذلك. الاسباب اللي تعدنا لنا احنا مثلا في مساله الصيانه والعيانه بالعنايه بالجسور نتاعنا، يعني هل انه ثم جهد او ثم اللي قاعد يتعمل ربما، لانه تعرف انه احيانا اذا جسر ما تلقاش الصيانه وربما المسالك نتاع الواحد كيف لما تكونش واحد ربما هذا يساهم في الـ كيف مشكله ومعضله تحليه المياه. يعني ثم امكانيات اخرى ربما في متناولنا واردة، لكن علاش ما هلش قادرين ربما نستفيدوا منها ونوظفوا فيها لحل المشكلة البدائل أو السبل الداعمة لهذا المخزون. سلاح بي باش نوضحوا الأمور، احنا بعد ساعات نشوفوا في التواصل الاجتماعي سد فيه التربة يقولوا هذا فيه التربة دوك ما ثماش صيانة. شوف خاطر الماء يتنقل من الحوض ويمشي للسد مش يزمع التربة. احنا عندنا برشة مشاريع متاع المحافظة على المياه والتربة باش نقصوا من هيك التربة باش توصل للسد، لكن كلكو سوالي كونديسيون ديما ثم نسبة مئوية من التربة توصل للسد. هذه النقطة الأولى. يقول لك شبي ما التربة ما يهزوهاش، تعرف أنت باش تهز التربة هذيك هزانا أغلى من بناء سد، لكن عندنا دي ميثود تكنيك اللي نقصوا فيها من التربة. وقتاش نجمو نقصوا التربة؟ وقت اللي ثم فيضان، وقت اللي ثم فيضان خاطر في السد ثم دي ترونش، واحدة نسميوها ترونش مورت اللي فيها أكثر شيء تربة، واحدة ترونش اكتيف اكثر شيء ماء. وقت يجي الفيضان يحط هاك الترونش مورت اون موفمون والحلول لي فاندي فازمون موجودين في اسفل السد. دونك عندنا برشا تقنيات. انا مالوريزمون خاطر نقراها في التواصل الاجتماعي نتاع جماعه سامحوني في الكلمه مش مختصين، يقول لك مثلا ماشي صيانه، تقول لي ثم تعرف لو ريزو دو لا سونيت قداش طول؟ ولا لو ريزو دو لا سونيت في 55000 كيلومتر. اليوم بالاعتمادات الموجوده في السونيت ما تجمش تقوم بالصيانه نتاع 100 ولا 200 كيلومتر في السنه. علاش؟ على خاطر ثمن الماء قليل وقليل جدا. يعني لكن الفاتورات نتاع الماء قاعده تتضاعف وتتضاعف برشا. تتضاعف لشكون؟ تتضاعف للي يستهلك برشا، اما اللي يستهلك اقل من 20 متر كوب تو قداش تقريبا 20 سنه الفاتوره ما تبدلتش. زادوا 150 فرنك المتر كوب في التريمستر اللي يستهلوا اكثر. أما 42% من لي زابوني نقول لك لا صحيح راهو 42% دي زابوني ما تمسدش الواحد. حبيت نحب ناكد على حاجه، راهو برشا اشخاص يحسبوا اللي راهو الماسي جراتوي يجي من السماء ربي كرمنا وربي اكرمنا ويجي، لكن راهو الماء يزمو ستوكاج، يزمو ترانسفير، يزمو تريتمون، يزمو برشا اشياء. اذا انت تزيد في الانرجي وما تزيدش في الماء تولي الموازنه الماليه نتاع السونات ما هيش. احنا خاطر الموضوع نتاعنا هو الشح المائي اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه بحسب الارقام اللي انت وضحتها لنا سي حمادي الحبيب، لكن في علاقه بالموسم الفلاحي وكل، لانه قلت انه يجب ان ندرس مع الشح المائي، يجبنا ندرس حتى شنو الفلاحات اللي يلزمنا نركزوا عليهم، اي تصدير نصدر واي صح. توريد نورد. هو قبل كل شيء احنا قلت لك منذ شهر ماي خدمنا على محاكاه على ديسيميلاسيون سولون لي زابور اللي يجونا في العام الجاي. كان مش يجونا 40% واش بدنا نعمل؟ كان جينا 60% اي رادات اش نعمل؟ لكن شنو هو المعطيات الاوليه؟ هو اول شيء لا بريوريتي لو بوتابل، مياه الصالحه الشرب ما لازمش يتمس، هذاك حق للانسان حق كوني يعني. واللي يفضل بعد تريكا هكا مش نواجهه للفلاحه. اول شيء اذا الايرادات ضعيفه جدا الماء مش يمشي الاجار المثمره بور لي سوف غاردي ويمشي للالاف. هاك الغراسات اللي تتطلب برشا ما ماذا بينا ما توجهوا لهاش. وهذا توا كل اسبوع نتلاقاو مع المندوبين الجهويين للتنميه الفلاحيه ونتبعوا في الضوء في الوضع المناخي
وعلى حسب الوضع المناخي قاعدين نعطيه في بعض التعليمات للفلاحة. نتخيل الفلاح اللي مثلا مختص أرضه مختص في زراعات السقوية إذا كان الجهة هكية ظرفية وكي شنو هو الخسائر معنا في موسم مواسم خاطر مش من اليوم وغدا باش نبدل كنا زراعات سقوية نولي عندي أشجار مثلا زيتون نغرسها زيتون. ثم حاجة النبتة كي تعطيها 100% من حاجياتها تعطيك اون برودكسيون، كي تعطيها 70 ولا 60% تعطيك اون برودكسيون. احنا نسميوه نخدموا معناتها نحطوا البلان تخدم سو ستريس ادريك ونشوفوا شنو اكثر ما نجم نعطيها باش ما تضرش. وقت اللي انت ما عندكش ماء اش باش تعمل؟ تسبق ماء الشرب والسوفغارد للاربوريكولتور ثم برودكسيون، لكن البرودكسيون ماهيش باش تكون حاجه خارقه العاده. الحاجه الاخرى ماذا بينا احنا تو الوقت الحاضر نوجهوا الفلاح وتو قاعدين نقوموا بخارطه فلاحيه باش نوجهوا الفلاح شنو هي الغراسات اللي تستعمل على حسب الموارد المائيه المتاحه. فعلا شو مثلا ناخذ منطقه في جافه ما تستعملش الطماطم ولا الدلاع ولا اشياء تستهلك الماء. لا هذا شريطة انه الدوله توفر للمواطنين التوانسه الحاجات الاساسيه هذه. يعني تجي انت في جهه كامله ما تعملش طماطم ولا تعملش فلفل، هذاك المواطن الفلفل نعمله في المناطق اللي فيها ماء، ما نعملوش مثلا في مناطق ما فيهاش ماء. اذا كما قلت انت اذا ثم خريطه وطنيه باش نعرفوا هو شنو، علاش احنا دائما مشكلتنا شنو هي؟ مشكلتنا نبحث على الحلول الجزئيه. لازم تكون ثم ربما رؤيه او مقاربه وطنيه باش كيف ناخذوا اجراء في جهه ما يكونش على حساب الجهه هذيك. يعني كما قلت انصاف اذا ثم فلاح متعود ينتج نوعيه معينه من البكورات او من المواد الفلاحيه البسيطه ما تجمش تجيب بين عشيه وضحاها تقول لانه ثم اسباب نتاع ماء، خاصه وقت يقول لك اهو الماء قاعد يمشي للنزول ويمشي للفضاءات السياحيه زاده. يعني لهنا المسائل مرتبطه ببعضها لابد ان تكون رؤيه واضحه تطمن الناس، تطمن الفلاح العادي اللي عنده سنوات متمسك بالارض هذيك في ظروف يعلم رايها ربي. زاده كيف ما قلت انت سي الحبايب بالنسبه احيانا مثلا كي نهبطوا للجنوب التونسي اللي فين فما مناطق معناها جافة فهمت وفما حتى قاحلة فهمت نرقاو فما بيوت مكيفة صغيرة وزراعات سقوية وكل شيء ممكن هذا تستنزف الماء. صحيح بالطبع. شنو اللي لازمنا نصدره؟ لا بربي مش نجاوب سي مراد على خاطر جاوبني انا سي مراد. لا بيسالش خاطر ديما سؤال يتعود يقول لك راهو التوريزم يسالك برشا ماء. باش نعطيك فكرة سي مراد، الفلاحة اليوم تستهلك 76% من مواردها، والمياه الشرب والصناعة والسياحة تستهلك في 24%، لكن احنا قاعدين نقدموا في السنوات هذه قاعدين نقسم الفلاح ونعطيه للمياه الصالح للشرب. الفلاحة كانت 2% اليوم 76% بتاتر في 2030 تولي 50%. لكن باش نجموا نختموا هذا يجب نوجهوا الفلاح في استعمال التقنيات الحديثة للري، هذه الحاجة الأولى وبدينا نخدموا فيها. تو ثم معهد الزراعة الكبرى في جندوبة بدأ يخدم مع الشيء هذا، تلقى في السمارتفون بتاع الفلاح يعرف قداش يعطي مياه للنبتة على حسب الحرارة على حسب التبخر على حسب إلى آخره، ويلزم نوجهه للفلاح نحو الزراعات اللي ممكن يستعملها. هذا ديما احنا الشيء اللي نأكده معنا مش ولينا عندنا خارطة فلاحية جديدة اللي تكون هي توجه الفلاح ما هي الغراسات المستعملة في كل منطقة بأخذ يعني اعتبار الأرض خاطر التربة زاد التربة عندها قيمة وكذلك بأخذ اعتبار كذلك الموارد المائية. هي كانت عندنا خريطة في 2000 لكن ما تاخذش الماء بعين الاعتبار كما باش ناخذوه تو. هذاك باش نحاول باش نواجهوه ونخدموا مع الفلاحة. هو راهو شوف وثم دوتر زاسبي نخدموا عليهم، راهو شوف الماء ماهوش اسبي كونتيتي كاليتي، راهو الماء حوكمة، راهو الماء سنسيبيليزاسيون، راهو الماء كومينيكاسيون. Il faut qu'on communique et on sensibilise les gens sur la valeur de l'eau. راهو الماء ما عندوش ثمن. الماء ما عندوش ثمن. هذاك علاش يقولوا تو أكثر حتى المشاريع اللي قاعدة تقوم بها تاعها كل متوجهة للماء. خاطر on sent que le problème devient de plus en plus aigu. حكينا على التصدير. تونس مثلا اللي تصدر من كبار مصدري القوارص مثلا، القوارص تستهلك برشا ماء، من كبار مصدري دقلة النور، من كبار مصدري التوجه هذا باش نغيروا الخارطة الفلاحية ذولي وحتى الخارطة نتاع الواردات نتاع الصادرات بزاد باش تتغير ذولي. أنا شو نقول باش ما ندخلش ياسر اون ديتاي، باش نوضحوا لا باش نوضحوا الأمور. نقول وقت اللي نصدروا أي برودوي راهو نصدروا ماء،
ماذا بينا ما نستعملوش الغراسات اللي تسالك برشا ماء. تو مثلا تقول لي جيل الوطن قبل تقول له باش تغير غراساتك اللي هو لا يعني مش تغير، لا مش تغير هكا الوقت راه. نعطيك مثال مثلا في القروان، في القروان كانوا برش نعرف فلاحه كانوا يستعملوا في الخوخ وفي المشماش الى اخره. تو نحاول الغراسات هذيك وردوها لوز وزيتون. علاش؟ خاطر يقاول اللوز والزيتون يتفاعل اكثر مع التغيرات المناخيه. وكيف كيف احنا ما نقولوش باش نحيوا لي زاغريم في 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 الوطن القبلي، بتاتر ان كونسونتر لي زاغريم على كونسوماسيون لوكال، معناتها ما نخموش باش نصدروا. هو راهو حتى التصدير نتاع البرتقال بالنسبه اللي يتصدر قدام بالنسبه اللي يستهلكوه ضعيفه جدا راهو. كذلك التمور نخموا، خاطر كذلك التمور تستهلك برشا ماء الى اخره. احنا نخموا علاش؟ خاطر كي نصدروا راهو صدروا ماء، لازم نخموا شنو هو الاشياء اللي لازم نصدروها. فما مشكل اخر هو التوانسه يقول لك قاعدين يسقيو لنا في الغله نتاعنا بالمياه المستعمله. اذا كان عنده اي مشكله هكايا نتاع جوف ولا حاجه يقول لك لا كليد الله مسقي بمياه مستعمله. الى اي مدى هل المياه المستعمله هذيا، لانه موجوده في العالم المياه المستعمله هكا ولا مرة، في تونس هل المياه المستعمله نتاعنا مستعمله برشا ولا شنو الحكايه؟ هو شوف نقول مالوريزمون احنا الوقت الحاضر تقريبا نستعملوا في 8% من المياه المعالجه. المعالجه انت تقول. نقول علاش؟ هو راهو وانا حبيت هكا بضحك لكن هذا اللي يصير. لكن علاش؟ على خاطر إليا لو تريتمون، لازم يكون تريتمون تيرسيير باش نجموا نستعملوا الماء على قاعده صحيحه. اور سي تافيري التريتمون ماهوش يتعمل ما نوصلوش للتيرسيير نوصلوا للسيكوندير. هذه الحاجه الاولى. معناها يلزموا على ثلاثه مراحل تقريبا. صحيح. احنا قاعدين نعالجوا فيه على مرحلتين. بين اثنين وبين ثلاثه. دونك ويلزم في الحاجه الثانيه خاطر تو المياه المستعمله ما نجمش نستعملها في كل الزراعات. مثلا في الخضروات ممنوعه. لكن في الاشجار المثمره ماهيش ممنوعه. الحاجه الثالثه يلزم نقنعوا الفلاح باستعمال المياه هذه. انا قلت لك شفتها في حتى في بلدان عربيه المياه المعالجه تستعمل يعني في 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 الباب شو تشرب. علاش؟ على خاطر لو تريتمون الي فريمون تيرسيير. لكن باش نرجع لك، احنا تو عندنا الوقت الحاضر دراسه على مياه 2050. احنا تو المياه الوريزون 2050 نحضروا فيها من اليوم. علاش؟ على خاطر المشاريع المائيه تطلب كثير من الانجازات، والانجازات نتاع الماء تطلب كثير من الوقت وكثير من المال. من بين الحلول، من بين الحلول هي المياه المعالجه. خاطر اذا انت ما عندكش موارد، احنا عندنا نقولوا موارد تقليديه باش نحافظوا على الفلاحه نتاعنا. يعني حتى الفلاحه هي امن الغذاء، امن الشرب راهو حتى على الشرب. حتى على الشرب علاش نقول احنا عندنا المياه التقليديه هي المياه تجي من الامطار، هيك المياه التقليديه. وش هي المياه الغير التقليديه؟ هي المياه المعالجه، وهي كذلك تحليه مياه البحر. هذوك تسموهم البلدان العربيه خاصه في الخليج يستعملوا ياسر تحليه مياه البحر. يعني هو تحليه مياه البحر نقولها سي تامال نيسيسير وقت اللي انت ما عندكش حل، ما عندكش حل باش تجيب الماء، يلزمك تحلي. راهو الثمن نتاع تحليه مياه البحر مكلف. مكلف جدا، معناتها تقريبا 4 ولا 5 مرات معناتها استعمال المياه الاخرى. لكن انت وقت اللي ما عندكش امطار وما عندكش ايرادات اش مش تعمل؟ يلزمك تتلز. اول وحده وقعت في جربه وتوا فونكسيون ا ميرفي، ني با بروبليم. وتعطي في ماء 0.5 غرام بار ليتر. وتوا ثم 4 كور دو روت وي سون تري بيان افونسي. حتى البارح كنت انا والسيد مدير الرئيس المدير العام للشركه وكنت صغير يقول لي راهو سون تري افونسي. عندنا وحده في الزرات في جابس، وحده في قرقنه، وحده في صفاقس، وحده في سوسه. وهذوما بالطبع واشغالهم قاعده تتقدم ولا مشاريع قاعده تتقدم؟ سور ماكيت لا قاعده تتقدم على حسب المربجة اللي وقعت. قاعده تتقدم لا قاعده تتقدم الحمد لله. وعلاش هذا باش يخفف برشا؟ هو تو الوقت الحاضر وين عندنا مشاكل؟ تو سي مراد من صفاقس عندنا مشاكل في صفاقس، عندنا مشاكل في سوسه. نقول قايل علاش؟ على خاطر لا كاباسيتي دو ترونسفير. انا نقول لك الماء اللي يمشي للسوسه وصفاقس يجي من اقصى الشمال. لا كاباسيتي دو ترونسفير ليميتي، مش ما عندناش ماء، عندنا الماء نجمو نزيدو نعديو الماء، لكن ثم كاباسيتي دو ترونسفير شويه. سي بور سيت ريزون باش نربط هذايا ثم مشاريع اللي قاعدين نقوموا فيها الوقت الحاضر مستحضر من هنا ل 2023. اول شيء انجاز سدود. فما شنو نقول
الوزارة ما عادش تنزل سدود، لا ثم سدود، ثم سد ملاك، ثم مخططات معناها ثم سد ملاك، ثم سد السعيدة، ثم سد القلعة، ثم تعلية سد بوهرتمة، ثم كذلك تقوية الترانسفير، ثم تقوية التريتمون، ثم كثير من المشاريع تقوم بها الوقت الحاضر الوزارة. سي حمادي الحبيب وحضرتك مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة، حبيت نسألك خاصة على موضوع في فترة معينة نقراو أنه فما أهالي متاع مناطق معينة غضبانين لأنهم هم عندهم شح مائي أو انقطاع الماء، ويقول لك أنا من منطقة عندي اكتفاء ذاتي في الماء، وأنا قاعد أنا الماء مخصص عليه، وأنا المنطقة متاعي قاعدة تزود في منطقة أخرى، وهذه نسمعوا الحقيقة هو لأنه لما حال احنا كنا بلاد واحدة، لكن هذه نسمعوا هو فما دو تيب دو بان، فما بان ديكلاري حتى في تونس تلقى بان ديكلاري، يقول لك راني مش نقص عليك الماء من كذا كذا، راني مش نقوم بتصليح ولا بالوحده نتاع القناه هذه، وثما دي بان كي سون با تريت كي سون با ديكلاري، مثلا تجي كونتويت تتكسر هذاك تي اوبليجي باش تقعد بعض ايامات. نعطيك مثال مثلا بعض ايامات قداش لا منعش انت خاصه لا في فصل الصيف انت والتدخل انا بار اكزومبل في النهار الثاني عيد في الليل وقت بان وقت تكسيره حد ما فاق بها وحد ما عدنا عليها على خاطر الجماعة دخلوا في الليل ونجموا يصلحوه، لكن ثم إصلاحات تتطلب أكثر وقت. ثم سؤال ما هو التوضيح للمشاهدين السادة المشاهدين، الماء ثروة وطنية، اليوم الماء المعلب يعني هو في نهاية المطاف هي عيون تتبع الدولة التونسية، مانيش عارف الصياغة متاع كراها أو إسناد الخواص، لكن اليوم يعني أصبحت هي شكل من أشكال زادة كيف الإثراء وشكل من أشكال المضاربة والاحتكار إلى غير ذلك، كيفاش تعملوا معه الموضوع هذا؟ هو الله يشوف هو باش لانه فما مناطق تكون فيها مياه وتكون فيها مثلا عيون وتكون ومع تواجد مصانع معينه لتعليب المياه يصير شح في الطبقه المائيه الجوفيه. النسبه نتاع المياه المعدنيه راهي قليله 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 جدا بالنسبه للمياه اللي نشربوا فيها، هذا للتوضيح، معناتهوش واحد باش يعمل معمل مثلا نتاع مياه معدنيه راهو مش يحرم بعض جهات من الماء الى اخره، راهي نسبه ضعيفه، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه راهو اذا واحد مش يعمل معمل نتاع ماء راهو ثم دراسات تقع ماهوش مش يعطيها لا تيت دي كليون، ثم دراسات عندوش تاثير على المائده المائيه، عندوش تاثير على الوسط اللي هو عايش فيه الى اخره، ثم بعد اذا ما يلقاوش مشكله يعطيوها الرخصه، معناتها هو اي وحتى هو كيف صحيح تقول لي وهذا حتى كيف قابلنا معناتها سياده الرئيس يقول لك راهو المياه المعدنيه لازم تنقص من السم تاعها شويه، صحيح على خاطر هما يشريوا في المتر كوب ب 50 ملي المتر كوب وبيع الليتر ب 400 ولا ب 500، دونك تقول لي ثم برشا ربح، لكن ربح فاش يمشي اكثر اكثر من ربح جوستومون خاطر يمشي في البلاستيك، خاطر البلاستيك غالي، لكن لازم يكون ثم معادله. اما نحب شيء ناكد عليه راهو النسبه اللي يستعملوا فيها المياه المعدنيه هي نسبه ضئيله وضئيله وضئيله جدا. متفائل سي حمادي الحبايب خاطرنا احنا يعني نعيش على وقع ندرة مياه توا، و 2030 حضرتك تحدثت على برامج 2050، الى اي مدى نتخوفوا يعني انه تونس تلقى روحها في مشاكل متاع ماء، لانه حتى فما في بلدان جوار قريب مش حتى بعيد فما المشكل الماء، يعني احنا بحول الله الوعي بحول الله يعني ما ثماش اشكال، ونعاولوا برشا كذلك على وعي المواطن خاطر راهو سي تري امبورطون، كي تقول مثلا المواطن ما تسقيش الغازون ما تغسلش كهربتك راهو سي تري امبورطون، وهكا علاش توا في السونات هي عامله تعريفه ولا تسعيره حسب الاستهلاك، راهو الاستهلاك يبدا من 200 مليم يوصل تقريبا 1600 مليم، واضح اي معناتها باش نقول لك راهو اللي يستهلك اكثر اللي يستهلك اكثر هو اللي قاعد يدفع اكثر، واضح. ولا ونحب ناكد حاجه اخرى، حتى اذا راهو زدنا في سعر المياه راهو لا ترونش اللي تستهلك اقل من 20 متر كوب في التريمستر راهي ما تمسدش، توا زوج زيادات ما تمسدش، وهذوما يمثلوا 42.5 من نسبه لي زابوني في السونات.
واضح. شكرا لك سي حمادي الحبيب مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وضحت لنا الكثير من النقاط، وان شاء الله نتعاضد نحن كتوانسة حتى لا نكون فقراء ومتقعين في الماء. شكرا لك استاذ. عايشك. نمر الى موضوع مهم جدا. اكيد كيف ما تعرفوا رئيس قيس سعيد يوم الجمعة الفارط استقبل جمعية المهنية للبنوك، وصار حديث حول مساعدة وإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمجابهة كل هذه المتاعب والتعثر الاقتصادي اللي قاعدة تعيش على وقعه بسبب التدهور الاقتصادي، وكذلك خاصة من جراء تداعيات جائحة كوفيد 19. خلينا نشوفه في التقرير التالي حول مساهمة البنوك في المالية العمومية والوضعية المالية في تونس، تقرير بإمضاء زميلنا نزار الزغدودي. وسط مساع لإنعاشها ووضع البلاد على سكة الإنقاذ المالي، تعيش المالية العمومية في تونس وضعية صعبة تراكمت مؤشراتها طيلة السنوات الأخيرة. فتونس التي سجلت العام الماضي انكماشا غير مسبوق للنمو بلغ 8.8% وعجزا في الميزانية بنسبة 11.4% من الناتج المحلي مع تفاقم إجمالي الدين العام، لم تنهض بعد من وطأة التصنيفات السلبية لوكالات الترقيم السيادية العالمية موديز وفيتش رايتنج، وهي تصنيفات قرعت أجراس الخطر للاقتصاد الوطني، إما الإصلاح والإنعاش أو النزول بالتصنيف إلى عالي المخاطر. أزمة اقتصادية خانقة عمقتها جائحة كورونا التي يلقت بظلالها على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكان لها الأثر السلبي خصوصا على مردودية المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي إطار دعم هذه المؤسسات ومرافقتها في مجابهة تأثيرات الجائحة، وبعد الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية للقطاع البنكي والمالي أواخر الشهر الماضي باتخاذ إجراءات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، أكدت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية التزام البنوك بمساندة صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير، بتوظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية زائد نقطتين على القروض الجديدة قصيرة المدى القابلة للتعبئة باستثناء المكشوفات، وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة. وتعهد القطاع البنكي والمالي بصرف المساعدات الاجتماعية الظرفية الممولة من قبل البنك الدولي في إطار التصدي لجائحة كوفيد 19 إلى مستحقيها دون توظيف أي عمولة، مع تخصيص 160 مليون دينار لدعم المجموعة الوطنية لا سيما في مجالي الصحة والتعليم. هذا وخلال لقائه برئيس الجمهورية أكد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط السيد فريد بلحاج أن البنك جدد التزامه بمواصلة دعم تونس لإنجاح مسارها الديمقراطي وتحقيق الانتقال الاقتصادي المنشود وتوفير الإمكانيات والفرص لتجاوز الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد. كما ينتظر أن تستفيد تونس من توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة التي ستشمل كل الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي لدعم احتياطها من النقد الأجنبي والحد من اعتمادها على الدين الخارجي، حيث ستكون حقوق السحب الخاصة بتونس في حدود 775 مليون دولار، وهو مبلغ تحدده نسبة مساهماتها في الصندوق. نعود إلى بلاتو الأولى مساء، وفي الجزء الأخير من حصتنا هذا المساء باش نرجع على لقاء رئيس الجمهورية برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وكذلك المندوبة العامة للجمعية ونائب رئيس الجمعية، وهما على توالي أكيد نذكر الأسماء سي محمد العقربي، سيدة منى سعيد وسي هشام رباعي. حاضر معنا الحديث حول هذا الموضوع وحول البيان اللي يعني وتنفيذ محتوى هذه الجلسة مع سيد رئيس الجمهورية سيد أحمد كرم الرئيس السابق لجمعية البنوك. مرحبا بك. بيك نورتنا وحضرتك أكيد
خبير مالي وكنت رئيس مدير عام لعديد من البنوك، يعني خير من يمكن أن يوضحنا ويدلنا لهذا الموضوع. كيف ما سمعنا البيان من يعني من المفروض أنه باش يكون الدعم حسب 160 مليار يبدو لي، اللي هي تقريبا تعمل 2% من فوائض البنوك لسنة 2020 باش يتم إسنادها كقروض ل يعني المؤسسات الصغرى والمؤسسات المتوسطة. كيف نوضح للسادة المشاهدين؟ هو عندما استقبل سيد الجمهورية بعثة الجمعية المهنية كان هذا شرف لنا، شرف للقطاع البنكي أنه يهتم بنا رئيس الجمهورية، وأن نحاول أن نقوم بواجبنا وأكثر من واجبنا لكي ندعم هذا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ووعدنا رئيس الجمهورية أنه يكون فيه تفكير حول إجراءات من شأنها أن تصب في هذا المنوال، واقترحنا ثلاثة إجراءات. أولها أن نمنح هبة للدولة التونسية قيمتها 160 مليون دينار، لأن هي مبالغ ستصرف للدولة التونسية لكي تساعدها في تجهيز مستشفيات، في إعداد السنة الدراسية، الهبة في إصلاح المدارس وغير ذلك. لأن هذه هبة تفكر من سنة 2019 كان مبلغها 110 مليون دينار، رفعنا فيها ل 160 مليون دينار. الأمر الثاني هو أنه نحاول أن نحيط بالأطراف الاجتماعية التي تأثرت بالكوفيد أكثر من غيرها، وخاصة المواطنين المعوزين اللي باش يتحصلوا إن شاء الله على إعانة في بعد الغد ولا بعد الغد العودة المدرسية، إن شاء الله هذه متاع الإعانة للدخل اللي باش يعطيوها 300 ألف عائلة تونسية وممولة من طريف طرف البنك العالمي. نتاع 300 دينار هذي نتاع 300 دينار 300 تلاقي كان معنا السي محمد ربيع وتحدثنا عليه. هذه الآن قلنا معنا بأنه فيها عملات، قلنا معناها نسمح أن تصرف لكل من يحتاجه دون عملة بنكية، ناخذ عليها حتى عمولة والمبلغ يصل لمستحقيه معناها كما هو. هذا بحسب ما أعلنت عليه سيدة سيهام بوغدين النمصية المكلفة بتسيير وزارة الشؤون المالية، أن البنوك تخص 160 مليون دينار لدعم الصحة والتعليم. هذا جانب مهم جدا ونحيوكم عليه ونحيو كل البنوك اللي ضافرت جهودها لمنح هذه الهيبة. وهناك لا محالة، فما شكون يقول أنه 2% فقط من الأرباح متاع البنوك لسنة 2020، وإحنا نعرفوا اللي البنوك التونسية الكل حقت أرباح كبيرة سنة 2020. معناها الكوفيد أثر في الناس الكل إلا في البنوك. لا بديتو. لا، مرابيح البنوك في سنة 2020 انخفضت ب30%، وهذا الانخفاض منجر على المخاطر التي نتحملها نتيجة الكوفيد. إذن معناها مش صحيح أن البنوك معناها لم تتأثر من الكوفيد، تأثر الأقل تأثرا 30% أعتقد، هذا بحسب تقارير معناها وأرقام نسبة كبيرة. ولكن راهو المؤسسات العديدة اللي تمكنت منها تعالج وضعياتها حسب تطور ظروف الكوفيد، وكان تأخذ أنت معناها قائمة في المؤسسات المسعرة في البورصة التونسية، لجدنا العديد منها سجل زيادة في مرابيحه وهي ليست نقيطة على البنكي. هو الأمور ماشي متعلقة بالبنوك وغيرها، متعلقة بمؤسسات قادرة أنها تستشف في المستقبل وأنها ما تتأقلم مع الاقتصادية، ومؤسسات غير قادرة. أنا نحب نحكي على المؤسسات لأنه هذه الهبات وهذه الإعانات وكل حاجة جميلة برشا وإنسانية واجتماعية، ونشد على أيدي كل من يعني بادر بفعل الخير. لكن عندنا مؤسسات صغرى وعندنا مؤسسات متوسطة، يعني و اللي هما تم تصنيف انهم ما عندهمش اكثر من 200 عامل، تعبوا ياسر 2020 و2021، وفما اللي اغلقوا ابوابهم، وفما اللي في حاله تعسر اقتصادي وماشيين للافلاس. اي معنى قرارات واي ممكن اليات باش تخدم هذه المؤسسات حسب البيان؟ صحيح، هذا هو القرار الثالث. دونك ثالثا بعد الدوله بعد المواطنين اهتمنا بالمؤسسات، وخاصة الصغرى المتوسطة اللي هي معناها عندها أهمية كبرى للاستقرار الاقتصادي، للنمو الجهوي، للتصدير وغير ذلك، واللي ما عندهاش طاقة واليد العاملة والتشغيل جميع ما عندها فوائد عديدة جدا.
يجب أن نهتم بها. ثم مؤسسات تضررت أكثر من غيرها من الكوفيد، وجاء القرار أنه معناه نمنح هذه المؤسسات قروض، قروض استغلال لكي تمول بأريحية حاجياتها من شراء معناها شراء المواد الأولية، شراء المواد نصف المصنعة، أنها معناها تنتج ما عليها من التزامات مع الحرفاء، أنها معناها تساهم في إنجاز المشاريع الدولة التونسية، أنها تصدر إلى الخارج. نعطيها قروض استغلال لمدة معناها توافق السيكل متاعها، سيكل الإنتاج، وتكون هذه القروض تمنح بنسبة فائدة لا تفوق نصف السوق النقدية زائد 2%. في العادة هذه القروض تعطى بنسب مرتفعة أكثر مما سعرها حتوصل حتى 5% هامش ربح البنوك. لأن البنوك قررت أنها تخفض بنسبة الفائدة في أقصى تقدير تمام بلس 2%. أنا هذا البيان والكلام اللي تقول فيه أنا شخصيا يستفزني سيد أحمد، على خاطر أنت تقول لي إحنا نحكيه على مؤسسات صغرى ومؤسسات متوسطة، لبي ما هذوما أنا هي المؤسسة اللي ما تأثرتش بالكوفيد به نقوله، لكن أنا هي خاطرك تقول لي دون كشوفات، دون معناها وضعيتها غير مكشوفة بنكيا، معناها شكون اللي من المؤسسات ذي خذا قرض وخلصوا وما عندوش ديون متخلدة في ذمة البنوك؟ معناها نقلسة، معناها أنت تحكي كأنها مهم مستحيلة، معناها بشرقة أنت حالات تتعاب معدودات راهو في المؤسسات هذية. وزيد تقول لي زوز نقاط، احنا نعرفوا توا اللي تيمام 6.25 باش تزيدهم زوز، معناها باش يولي 8.25 مع لي كوميسيون، معناها باش يلقى روحه في 9% زي معناها راهو في عوض باش نعاونوهم وننتشلوهم، راهو قاعدين باش نزيدوا نتعبوهم. بالعكس، هو راهو شوف يلزمنا نوضح الامور، والخطا مش بالخاطر نسب الفائده اش فيها، هي عندها مكونين اثنين، عندها التي امام نسبه السوق النقديه التي يحددها البنك المركزي بالرجوع للنسبه المحوريه، والبنك المركزي حددها حسب سياساته. لازم نوضح الامور بالكدا، تفضل. حددها حسب سياساته في مقاومه الضخم وغيره، اذا هذه البنوك ما تحكمش فيها. 6.25 مليون تعليماتي معنا فيهم حتى تاثير، احنا يفهم البنوك حتى تتجوزهم راهو وانت تعرف. سمعني، نزيدوهم هامش ربح البنك هي. اللي هو كما قلت لك تلف 2% 3% 4% حسب وضعية الحريف، حسب معناها ممكن الحريف يسدد ما عليه من ديون، حسب علاقة الحريف بالبنك. إذا احنا نتحكم كبنوك في ثلث مكونات نسبة الفائدة فقط، ما نتحكمش في الفائدة كلية. ما تراش وحضرتك معناها بنكي ورجل مال، ما تراش انه تونس الان توا بالنسبه نتاعها 6.25 مش كانت هذه فرصه انه اذا حبينا نمدوا يد المساعده للمؤسسات المتعثره انه نقصوا في التمام في نسبه الفائده المديريه؟ هاوفسلك بلدان الجوار الكل في الاربعه. هاوفسلك شوف، راهو نسبه الفائده المديريه فهمت تحدد بالرجوع الى التضخم المالي، ما نجمش احنا نعمل نسبة فائدة مديرية أقل من التضخم المالي، فهمت عليه؟ لأنه سنضر بالمدخر في بوداكو كالليمنتي مثلا كالمغرب كفرنسا كالجزائر المغرب فرنسا ألمانيا أوروبا بصفة عامة. علاش نسبة الفائدة منخفضة؟ معناها حتى 1% ساعات 2%، لأنه نسبة التضخم المالي في الأسعار قليلة جدا 2% 1%. إذا بالنسبة لي هما إمكانية أنهم ينقصوا نسبة الفائدة، إحنا في تونس لا، التضخم المالي ارتفع الأسعار 6.4%، يعني يفوق نسبة الفائدة المحورية. إذا هذا أمر متعلق بقدرتنا، وأمر هام جدا، على التحكم في التضخم المالي حتى تنخفض نسبة الفائدة المحورية وبالتالي نسبة الفائدة المطبقة على الحريف. هذا رأيك. ومعنا عبر الهاتف سي حسين الدماسي، أكيد الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي. مساء الورد سي حسين. اهلا وسهلا بيك ومرحبا. يعيش سي حسين. تحية لصديقنا احمد كرم. شكرا. وصلت التحية. سي حسين، ما رأيك في هذا البيان الصادر عن جمعية البنوك؟ هل هي بالفعل محاولات لإنقاذ المؤسسات الصغرى خاصة والمؤسسات المتوسطة، أم هي يعني متنفس لسنة وبعد تزيد تتعكر الحالة؟ يعني هناك من يعتبر من أصحاب هذه المؤسسات أنه هذه الإجراءات تعتبر ذرة مادة على العيون. نعم، أنا أقول أنه المبادرة اللي عملتها البنوك
مبادرة طيبة لا محالة، ما فيش كلام، أما خير من بلاش، احنا نقوله باللغة بتاعنا خير من بلاش. لكن أنا أعتبر الوضع في مؤسساتنا الاقتصادية بمختلف القطاعات يعني وبدرجات الصعوبات اللي هي تمر بها، أنا أعتبر ما قامت به البنوك ناقص جدا، ناقص ياسر. وعلاش؟ علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه البنوك هي المؤسسات الوحيدة اللي ما زال لها هامش باش تنجم المبادرات نتاعها تكون أحسن وأنجع ويعني أشمل. هذا ما صار. وعايز نقول هي فقط المؤسسات قادرة باش تقوم بالدور هذا، لأنه شكون آخر اللي ممكن باش يقوم؟ هي الدولة. ولكن الدولة الميزانية في حالة رفسة، ولذا ما تنجمش، ولو عندها النية طيبة باش تنجم تنقض المؤسسات هذه ما عندهاش إمكانيات. توا شفنا بلدان أخرى كانت تسمح في الغرب يعني في أوروبا، في فرنسا كذا غير، معناها خصوا البنك المركزي الأوروبي أعطى فلوس كبيرة للدول هذه يعني الكبرى بتاع الاتحاد الأوروبي باش جزء كبير منها وظفوا باش معناها ينقذ بها المؤسسات الاقتصادية. احنا ما كانش هكاك العمل، احنا طلبنا من البنوك فقط حسب اجتهادها وحسب تقديرها وحسب معناها يعني رايها وموقفها باش معناها يعني تقوم بالدور هذا. مع الأسف الشديد هالدور هذا أعتبر نقص، والبنوك بتاعنا عندها أرباح معناها طايلة راهي، صارت في السنين الماضية أرباح طايلة راهي، والأرباح لو كان جاي جزء منها الكبير من الفوائد بتاع القطاع المنتج أهلا وسهلا، وهكا هو دور البنوك، وإحنا من عندنا ما نقوله. لكن مع الأسف الشديد جزء كبير من هذه الأرباح جاء من يعني المتاجرة في رقاع الخزينة اللي هي معناها مربوطة بالعجز الرهيب اللي ولى في الميزانية بتاع الدولة، والبنوك استفادت بشكل غير عادي من هذا الوضع. يعني هي تاخذ تسبيقات من السيولة من البنك المركزي، وجزء منها تعود باش يمشي مول الاقتصاد معناها والمنتج يعني سواء في الفلاحة سواء في الصناعة سواء في السياحة إلى غير ذلك. سيحسين يمشي. نعم، حسب فهمنا أنك غير راضي على سياسة البنك المركزي يعني في الفترة الأخيرة. لا لا لا، البنك المركزي دوره زاد، أما شو فين ثم التروشيك اللي ماهوش صايب. ايه نورنا. البنك المركزي دوره باش يمد راهو البنوك بالسيوله، لكن لكن لو كان هالسيوله هذه قلت لك تمشي في اكثر جزء منها، اكبر جزء منها يمشي للقطاع المنتج اهلا وسهلا، ما فيش هكا الدور العادي والمنطقي والمقبول ويعني اللي يفيد البلاد. قلت لك انا مع الاسف الشديد توا عندنا اكثر من 10 سنوات اكثر جزء من هالسيولة هذه اللي تاخذها بنوك من البنك المركزي تمشي كما قلت لك لاقتناء ايقاع الخزينه اللي هي مربوطه بالعجز المتصاعد. واضح الفكره هذه الفكره هذه وصلت فقط وشعب والمواطنين انه نسبه الفائده نتاع ايقاع الخزينه اللي تاخذها البنوك على الدوله تعرف قداش ولا بين 6 و7% اللي هي معناها نسب فائده يعني مشطنه للغايه يعني. ولذا أنا أقول البنوك أهلا وسهلا بها، والبنوك لابد منها وهي قائمة بدور أساسي في الاقتصاد بالبلاد، لكن منذ 10 سنوات وحتى أكثر بدأت تزيغ شيئا فشيئا عن دورها الأساسي وهي تمويل الاقتصاد المنتج. واضح سي حسين، واضح البنوك حادت عن رسالتها وهي تمويل الاقتصاد المنتج حسب كلام سي حسين الدمشقي. أو سيد أحمد كرم شي جاوبنا سي حسين تفضل. شوف احنا رانا كيما ولنا الدولة التونسية لسنا نحن من سعى إلى هذا. سنة 2008 جت الأزمة المالية العالمية وارتفعت تكاليف التمويل الخارجي للدولة التونسية، وتجت علينا الدولة التونسية قالت لنا علاش ما تمولونيش انتوما كبنوك، بما عندكم موارد من العملة الأجنبية حاولوا باش تعطيونا منها قسط. طبعا احنا نمول جميع الحرفاء بما فيهم الدولة اللي هي معناها فاعل كبير في الاقتصاد التونسي
واعطيناها الاموال اللي حاجتها بها بنسب معناها ولينا شهريا الشهري ما تتسلم الا من بنسب هي قليلة جدا بالمقارنة بما كانت أن تتحصل عليه إذا ما تشتري السوق العالمية. إذا الدولة رابحة لأنها معناها مولت ميزانيتها ب 2% بين تجيت إلى السوق العالمية كانت ممكن مولها ب 9% 10%. ولكن هذا تحثوا على الدولة الوطنية، أنا تحثوا على دولتنا، أنا نعم تحثوا على الدولة التونسية، على دولتنا الوطنية. إي نعرف إذا كان شو ساش قلت لك معناها يعني إحنا ساهمنا هي إحنا عناش عدينا 2% خاطر دولة التونسية ما طبقناش معناها ما يخدموا. زين فسلك زين فسلك. ولكن رغم عن ذلك لم نعزف على لم نعزف عن تمويل المؤسسات والأشخاص. منذ 2010 ارتفع قائم القروض الممنوحة للأشخاص والمؤسسات بما يزيد على 10% سنويا، رغما على أن الناتج الداخلي الخام كما تعرف لما ارتفع له ب 1-2% لا غير. إذا قمنا بمجهود جبار لكي نواصل بالموازاة مع الدولة أن نمول المؤسسات والأشخاص، وجميع الحاجيات تم تلبيتها. طبعا البنك المركزي عاوننا لنوفر السيولة وما ذلك. إذا ما نجمش نقولوا أن البنوك عزفت عن تمويل المؤسسات والأشخاص واهتمت بالدولة فقط. احنا حاليا وصلنا الى مرحلة انه تمويل الدولة اصبح يمثل اشكالية بالنسبة لنا، لانه مبلوع مجموع التمويلات للدولة التونسية ارتفعت بكفية كبيرة بالنسبة لميزانية البنك المركزي اولا والبنوك ثانيا. قديش باش نقعدوا احنا هذا هو السؤال، الدائرة المفرغة يعني مساحة الفيسيون هذا هو السؤال. السؤال هو علاش ما نراجع خاطر شنو سببه؟ هو عجز من الدولة، الدولة التونسية عندها عجز كبير جدا وليست هناك إصلاحات جذرية للتنقيص من هذا العجز. إلياس كونابيل عن ديفيسيت سوستينابل معناها عجز مقبول هو 6% من الناتج الداخلي الخام مثلا، احنا العجز بتاعنا 12% من الناتج الداخلي الخام وكله ماشي. العجز هذا وين ماشي؟ ماشي لأجور الموظفين، ماشي لأمور استهلاكية بالفعل. لا لأمور إنتاجية واستثمارية احنا بيدنا لسنا لا نقبل مش راضي لا نقبل هذا العجز. علاش؟ لأنه هذا العجز هو مضر. سامحني، هو مضر أولا لأنه يستنزف طاقات البنوك، وثانيا لأنه عنده تأثير كبير على التضخم المالي. علاش ارتفع التضخم المالي؟ كان 5% ولا 6%، لأنه ثم سيولة ضخت في الاقتصاد ولكن مش مقابلها إنتاج. إذا ارتفعت الأسعار والمواطن التونسي حاليا قاعد معناها يفقر سنة بعد سنة، والتضخم المالي ماشي ويزيد خاطر ثم العجز ميزانية ما تحكمناش فيه. إذا أولوية الأولويات حاليا هي التحكم في عجز ميزانية الدولة لكي يرجع إلى نسب مقبولة. وهناك إصلاحات نعرفوها كل وقلنا لها للدولة التونسية، ومع الأسف الشديد لا أحد يسمع ولا أحد يريد أن يطبقها لأنه ما فيش شجاعة ما فيش جرعة للخروج من هذه البوتقة الشعبوية اللي تضر بالبلاد ومستقبل البلاد بالفعل. حتى ولو ترضي في كلامك صحيح ترضي معناها في الحاضر بعض من الأشخاص ولا بعض من الفئات. نرجع لك وصلنا للآخر نقطة بركة خضر معنا سي حسين الديمي. سي حسين للخروج من هذه الأزمة وهذه الحلقة المفرغة يعني في جملة بسيطة يعني حسب رأيك لأن الوقت دهمنا. نعم أنا مع سي حمد في اللقان وفي الآخر أنه في الحقيقة البنوك هو قال لم تعزف، أنا ما قلش عزفت قلت زاغت، فما فرق راهو المصطلحات حادث يعني عن طريق تزيغ تزيغ من عن دورة. لكن أنا معاه أنه ما هيش هي المذنبرة في الأصل، هو هذا جاي مناش الشيء هذا أنه تاخذ بلا سيولة وفعوض باش تعطيها للإنتاج تعطيها للعزم تاع الميزانية. منين جاي؟ جاي من الأخطاء الكبيرة اللي عملناهم على مستوى المالية العمومية. معاه أنا سي أحمد وأنه راهو هذا الكل هالحلقة المفرغة الكل هذه الحل والمفتاح فيها في حاجتين في شيئين، هو إصلاح الميزانية متاع الدولة وسياسة منها المالية العمومية بصورة عامة. باش بإنعاش اقتصادنا، باش المواد الذاتية متاع الميزانية تتحسن بشكل مهم ومستمر، وثانيا يلزم ترشيد النفقات باش معناها نقصه في العجز اللي تقاسي منه الميزانية ولا بالتالي تستفيد منه البنوك. هذا هو رأيي. واضح، شكرا لك سي حسين الديماس. اكيد مازلنا باش نتفاعلوا حول هذا الموضوع لانه الازمه الاقتصاديه متواصله ومازلنا ما مريناش الى الاصلاحات الجذريه. شكرا لك السيد وزير الماليه الاسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي. سيد احمد نختموا معك. حبيت انا ملاحظتين نرجع للمستوى المتوسطه، روى كل ما تقوم به البنوك غير كافي. علاش؟
لان المؤسسة انا راهو الحديث مش معناها هذوما اصحاب مؤسسات يقولوا فيه معناها مش نقول لك صحيح، لانه اشكاليه المؤسسه الصغرى والمتوسطه انها تعيش في مناخ غير ملائم، يجب الاحاطه بها ويجب تدعيمها والاهتمام بها بكيفيه مستمره. ثانيا راهي السيوله الموجوده في تونس حاليا لا تصرف للبنوك التونسيه، هي موجوده في السوق الهامشيه، السوق الموازيه اللي لازم نهتم بها لكي تنظم ولكي تستفيد من الاقتصاد التونسي. كلمة الختام عندك مراد علالة، شكرا لك سيد أحمد كرم أكيد رئيس سابق لجمعية البنوك. لا يمكن الفصل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية، الخطوة اللي قام عليها البنوك مهمة ناقصة، ونتمنى أن تشمل أيضا شركات التأمين وتشمل زيادة الفضائيات التجارية الكبرى. ما نحبوش نتحدثوا على كلام سياسي متاع ضريبة كوفيد إلى غير ذلك، لكن المؤسسات الرابحة في تونس من واجبها أن تمددها للدولة التونسية والمواطن التونسي. إصلاحات جذرية أكيد، الإصلاحات والحلول الترقيعية ماهيش توصلنا إلى أي مدى ونحن في هذا الأفق المسدود والتعثر الاقتصادي. هكا نصل لنهاية لقائنا، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نبقى غدوة نتلقاو إن شاء الله في نفس التوقيت بداية من الساعة 6 مساء لغاية 8 على نفس القناة أكيد الوطنية الأولى. إلى اللقاء.